خليني ابدا مع حضرتك كابتن احمد ونتكلم سريعا كده عن المباراه بالامس، مش تحليليا ولكن من رؤيه حضرتك يعني حتى ولو بشكل بسيط. الشوط الاولاني كان عادي، يعني ما شفناش كره وحشه او كره حلوه، كان عادي. الشوط الثاني ابتدى يبقى فيه نوع مختلف تماما، وشفنا يعني كره حلوه وشفنا هجوم حقيقي. كنت حضرتك متوقع ده اصلا ولا لا؟ يعني كنت متوقع الشوط الاول يكون اهدى شويه، احنا شفنا اللعيبه هاديه، شفنا اللعيبه مش مستعجله ولكن مركزه، فكنت متوقع ده فعلا؟ بص اتكلم قبل المباراه، اولا كان عندي قلق كبير جدا، حتى لما كلموني عشان برنامج النهارده الصبح كان عندي قلق جامد جدا. قلت طب لا قدر الله حصل اي حاجه، معقوله كنت شاكك بقى يا كابتن احمد؟ بص المشكله ان قبل المباراه ووصلنا ان احنا نلعب كايزر تشيفرز، كل جماهير النادي الاهلي كان عندها ثقه عمياء ان الماتش ده سهل جدا. انا خفت ان الاحساس ده يوصل للعيبه. حتى كمان لما جينا بتكلم على ماتش مثلا الترجي، كنا كازمين الترجي هناك 1-0 وجايين نلعب هنا مباراه في القاهره وكنا قلقانين جدا، مع انك انت كسبان هناك 1-0 والترجي كان عندنا قلق. انا احساس ان المباراه النهائيه مع كايزر تشيفز كل جماهير النادي الاهلي ما كانش عندها يعني اي قلق ان المباراه الاهلي هيكسب. خفت ان الاحساس ده يوصل للعيبه، خفت ان اللعيبه تفقد ان الموضوع سهل. وده فعلا بدايه المباراه حسينا ان المباراه صعبه مش سهله، لا فرقه بلغه الكوره فرقه غلسه، هي بيدافع بشكل كبير يعني، هو بيدافع ومساحه الملعب. خلي بالك برضه بتكلم في نقطه مهمه جدا، مساحه الملعب هم لعبوا على المباراه دي مباراتين مع الوداد، مباراه في الدور التمهيدي ومباراه في دور السيمي فاينل، فهم حافظين الملعب، مساحات الملعب صغيره، هم عندهم اطوال، يعني كل التكتيك اللي هيتعمل اذا كان لما يجي هم يلعبوا هم بيلعبوا بطريقه زي الهاند بول، دفاع منطقه، ولعيبه النادي الاهلي بتحب تستلم الكره من الرجل للرجل وبتخترق من جوه من قلب الملعب. مع فرقه زي دي الموضوع صعب جدا، طب تيجي تعمل الحلول الثانيه ان هي تشتغل من الجناب، عندهم اطوال صعبه جدا، رقم 3 ورقم 5 اطوال برده قامه طويله جدا، تشتغل الكره العرضيه هم اطول، فكان الامور صعبه. الحمد لله التوفيق جالنا في قرار الطرد، لو الطرد ده ما جاش كان المباراه تبقى صعبه. هو المدير الفني كان بتاعهم كان بيفكر ان يوصل ازاي المباراه ضربات الجزاء، هو ما عندوش الحلول دي، كان بيحاول يعمل بعض الهجمات المرتده بس ما عرفش. الحمد لله الطرد ده طبعا ادانا مساحات اكتر، خلى الشوط الثاني احسن شويه، والحمد لله وقد كانت قد كانت